مرحبا. مرحبا بكم. مرحبا بكم لسلسلة جديدة من سياحة في الصين. معكم وصلان وشي وي. مرحبا. مرحبا. وها هي أول مرة نحن ثلاثة نقدم هذه السلسلة الجديدة. لحظة، ثلاثة؟ نعم، لان ووي ومخرجة غامضة. مرحبا بكم مسرحية. مرحبا الجولة في بكين. هل تعرفين لماذا نحن ثلاثة نقدم هذه لا لماذا؟ لأن خلال هذه الرحلة هناك يوجد كثير من المهمات جاءت من المخرجة الغامضة سوف ترافقنا في هذه الرحلة. يعني سنكمل كل هذه المهمات خلال هذه الرحلة. أنا متحمسة جدا لهذا. وهل تعرفين هذه السلسلة الجديدة؟ نعم طبعا، هذه السلسلة الجديدة هي خطأ من جديد، نعيد. هذا هو حيوية المدن الصينية. صحيح. وأول محطة لهذه السلسلة هي غوانجو، مدينة غوانجو. ولماذا نختار مدينة غوانجو كمحطتنا الأول؟ سنعرفكم فيما بعد. والجو بارد جدا لي. أوكي، يلا إلى اللقاء. لماذا إلى اللقاء؟ قال لي يقول إن هناك يوجد 10 أشخاص إلى مطار داعشين الدولي وواحد فقط للسفر وتسعة منهم لزيارة. تشيكين هناك. تشيكين هنا. لم أجد. سوف تكون رحلة سهلة جدا لأن لدي أن نأخذ شنطة معنا إلى المطار. هذه الشنطة مباشرة إلى الطائرة وبعد نقوم بتسجيل هنا. أعتقد هكذا. واو. سوف تأتي إلى غوانجو مباشرة. جيد. ماذا تأخذين في شنطة؟ بداخل الشنطة. نحن إلى جنوب الصين والجو هناك جيد جدا. ليس لدي قوة. 下两位的名字还有目的地是广州的对吗？对，好，可以了。好，谢谢。这边。走。啊，一，那，سعر التذكرة من هنا إلى المطار 35 يوان صيني يساوي كم دولار؟ خمسة دولار لكل شخص. فنحن اثنين، هذا لك. أوكي. يلا ندخل. واو، سهل جدا. سكك صح؟ والسائق سيجلس هنا لقيادة المتر. أول مرة أشاهد يعني غرفة قيادة. أنا متحمسة. يوجد رسالة. صباح الخير يا لان ووي. يوجد عنصر عربي في مطار داعشين. لست متأكدة، لنرى في المطار. لماذا يوجد عنصر عربي في مطار صيني؟ لأن الصين ودول عربية صديقين. لأن المطار دولي. صحيح. لنجلس. أوكي. سنسعد إلى الأرض. نحن فوق الأرض. فوق الأرض، من تحت الأرض إلى فوق الأرض. يعمل؟ نعم. يعمل الكهرباء. جيد. سرعة لهذه العربة لكل ساعة 151. ذلك يجعلنا أن نصل إلى المطار خلال 20 دقيقة. وتبعد المدينة على المطار تقريبا 40 كيلو. ندخل محطة المتر من هنا. حايز زي تيان دارن زي هو. أنت أولا. أنت أولا. أبدأ. أين أخونا؟ مطار بكين داعشين الدولي من تصميم راحلة زها حديد
وافتتح رسمياً في نهاية سبتمبر عام 2019. يمكن تسجيل الوصول والشحن والتفتيش الأمني والتفتيش من الجمارك والصعود إلى الطائرة عبر الخدمة الذاتية. بالإضافة إلى هذه الوظائف السهلة، يعد مطار بكينغ داعشين الدولي أيضاً قاعة عرض ذات إحساس بالتصميم والفن. إذا تسكن في هذه المدينة ممكن أن تجد أن هذه المدينة، يعني مدينة بكينغ، مدينة متماثلة متماثلة فيوجد الخط المحوري موجود في وسط المدينة. وكما أن الترك، معظم الترك القديم ترك رأسي والأفقي بشكل مستقيم. نعم صحيح، منذ هنا فيقع على هذا الخط المحوري كثير من المباني المشهورة ببكينغ. نقف الآن على الخط المحوري لهذه المدينة. أنا فخورة جدا. من الأحسن أن نأخذ صورة مرة أخرى. ما هذا الخط؟ كوب الشاي. واو، الراديو. قديم جدا. أعتقد أمي هي تعرف كيف استخدام هذا الجهاز. الآن لا أعرف، عندما في صغر رأيت مرة مثل هذا الجهاز ولكن ليس موجود الآن. تفضل بإيجاد عنصر عربي واحد في مطار داعشين الدولي. مرحبا بكم. أخيرا وصلنا إلى غوانجو وإن الجو جميل جدا مثل ربيع، ولكن أشعة الشمس قوية نسبيا. أنت لا داعي لمقاومة الشمس لأنك بيضاء جدا. أنا أبيض منك. لننسى هذا الموضوع. نعم. بريتش كانتون. نعم. وها هي المحطة متميزة جدا. نعم، وها هي المحطة الأولى لهذه المدينة. نعم. ولديه اسم آخر، لقب آخر. نعم، هذا مشهور جدا. وهو وسط رفيع ونحيف. نحيف. ولست أنا. ولدي اسم عربي وهو حيفاء. حيفاء يعني فتاة رشيقة وطويلة، ولكن أعتقد هذا الاسم يناسب هذا البرج أكثر مني. أهلا بك يا حيفاء. فهل هو يعني أعلى مبنى في غوانجو؟ نعم أعتقد هكذا. فمن الممكن أن نسعد إلى القمة. إلى القمة؟ متأكدة؟ لماذا؟ هل أنت خائفة للارتفاع؟ أنا؟ أنا لا. وأنت خائفة؟ هي خائفة من الارتفاع. جميل، يلا لنذهب مباشرة. لماذا لا تخاف؟ فعلا كنت أزور كثير من البرج في الصين. هناك رسالة. مساء الخير يا لان ووي. بصراحة بالنسبة لمهمة العثور على العنصر العربي في هل أنت مستعدة؟ أنا غوانجو؟ لا. لست مستعد. كلا. لا أعرف أي شيء عن غوانجو. إلا الأكل صح؟ نعم. ريدي جو. عندي جواب. غوانجو. مدينة الزهرة، مدينة الأزهار، هواشان. هاشان غوانجو. عرفت. مدينة الغنم. يانغشان. غنم. فعلا هي مدينة الأغنام الخمسة ويانغشان. لكل واحد لقبين صح؟ دي ودعلا لانغل ويانغشان. أنا أعرف أيضا مدينة الزهور، موجود هنا، مكتوب هنا ميدان مدينة زهور. أنا عرفته، ولكن أنا أسرع. سؤال ثاني.
برج الخليف برج الخليفة في دبي وبرج المالي في شنغهاي. مع السلامة. وغادية خطة خطة برج سكاي تري في طوكيو. هذا أنا صحيح صح؟ فالسؤال الثاني، نحن اثنين خطة ما العمل؟ فلننتظر السؤال الثالث، والآن أنا واحد وأنت صفر. السؤال الثالث، هناك مبنى مشهور في غوانجو، أوبرا غوانجو، تم تصميمه من زها حديد من المعمارية العراقية. شكرا على متابعتكم ومشاهدتكم. مع السلامة. أنت فاشلة، فلديك مهمة أعتقد، لديك العقاب. لنجرب، وأنا سمعك، أنا معك في الأسفل. غير معقول. يلا. غير معقول. بوسيو. أنت لست خائفة للإرتفاع. بوسيو. شكل برج كانتون فريد من نوعه، لا يشمله أي قانون. شبهه المحليون بالآنسة الجميلة التي تقف بجانب النهر تنظر بأمل إلى النهر اللؤلؤ. يوجد على البرج عناصر ترفيهية، مثلاً ركوب برج الإسقاط. كيف المنظر؟ جميل. هاي النهر اللؤلؤ. أوبرا غوانجو تم تصميمها من زها الحديد. هاي 真是挺好看的。 只可惜啊，我现在没有心情。那个跳楼机有可能会关闭吗？可以的。盖住。Yes. Yes. 盖住。آخر خطوة. ما رأيك في أن ترتبين؟ ما رأيك في أن نركض معا؟ نحن أصدقاء. نحن أصدقاء حبيبة. صحيح كذلك. صحيح. سأخذ الشنطة والصورة معك. هل تدعوني إلى شيء؟ يلا صوبني. لا تقلقي. أيها المشاهدين، تريدون أن مشاهدة نحن اثنين أن نركب هذا الجهاز أو أنا واحد؟ يمكنك أن تسألين المصور مباشرة. بارد جدا. أهلا أصدقائي الأعزاء، لقائي أخيرا. لا تتحدث لي. انظر إلى هذا الجهاز. ليس خطك صحيح. متفاجئة جدا. ماذا تريدين أن تقولين للمعلمين؟ لا أريد أن أحدث. لا أريد أن أقول أي شيء. درجة حرارة شدة هيلاكي. يلا لنخرج ولنرى. <笑>你好棒！我哭了。<笑>
你好勇敢的，好棒的！哎，太难受了。好吧，拥抱一下，拥抱一下。دائما ما لا نستطيع أن نشاهد غروب الشمس، ولكن اليوم نحن محظوظون. ربما بسبب شجاعتك. ربما في مرة أخرى عندما يعني أمامي مثل هذه التحديات لدي شجاعة لتجربة. ها هي حياة، هناك يوجد كثير من التحديات والمغامرة في المستقبل، نواجه كل هذه التحديات معا. أكيد أكيد، أنا معك دائما. يبدو أن هذه المباني متميزة جدا. يوجد خصائص في جنوب الصين. نعم، فلماذا أتينا إلى هذه القرية؟ هذه قرية ليس عادية. وهي ماهرة جدا في كونفو الصينية. كونفو صينية. فعلا في هذه القرية يوجد مدرسة ابتدائية، وسمعت أن هناك يوجد أستاذ قوية جدا في ملاكمة هونغشان، وهو الآن يقوم بتعليم هذا النوع من الكونفو الصينية في كل هذه المحافظة. من الممكن أن يعني نحن أن نتعلم؟ طبعا طبعا طبعا. نتعلم لا أعرف، ولكن يمكننا أن نشاهد أولا. نشاهد أولا. أريد أن يعني أتعلم بعض شيء عن الكونفو. لنرى فيما بعد. ملاكمة هونغشان أحد أنواع الملاكمة الصينية التقليدية، ويقال إن لديها تاريخ عريق لأكثر من 300 عام. تشتهر هونغشان بجمال حركاتها وقوتها، وتأتي العديد من الحركات من حركات الحيوانات. يستند رقص الأسد بكوانغدونغ أيضا على حركات القدم في هونغشان. لذلك هناك قول بأنه طالما كانت هناك قاعة أسلاف سيكون هناك رقص الأسد وملاكمة هونغشان. فنيي هوي أهل قرية جوليو، ممثل تراث غير المادي في مدينة غوانغجو، درس ومارس هونغشان مع جده منذ طفولته. اليوم تتعلم ابنتاه هونغشان، بالإضافة إلى عائلاتهم جاء المزيد من القرويين المحليين لدراسة هونغشان منه أيضا. أصر فنيي هوي على تعليم ملاكمة هونغشان لسنوات عديدة، وقد أخذت هونغشان إلى العديد من المدارس الابتدائية في المنطقة. الآن أصبحت هونغشان حدثاً رياضياً تقليدياً بقيم اجتماعية واسعة والخصائص الثقافية الصينية. 师傅好，你好。你好。如果真的碰到有人来袭击的话，用这个红拳是可以把对方打败的吗？这个必须的，必须的，必须要有实战经验。我不信怎么办？我们的摄影师，我们的这位摄影师，可以啊。他是学过泰拳的，能不能？你真的可以跟他过招吗？可以。 太厉害了，你怎么样？感觉怎么样？感觉老师很厉害，老师反应很快。那你觉得跟泰拳的区别在？反正比我厉害。谢谢，辛苦了，真的是可以的。能不能去您的武馆去看看，就是体验一下真正的这个红拳的精髓？
厉害的点在哪里？可以啊，可以吗？那在一天时间内有没有可能学到一招能真的把人打倒的技能呢？可以啊。那你教他一个，还教我一个，教两个不一样的。那也可以啊。最后我们看看我们谁能把谁打，我们谁能把谁撂倒，怎么样？也可以啊。那我们去您的红圈，不是去您的那个武馆看一看吧。好好好，好，请，太好了，谢谢。好，我真的好热啊，就是看到我热血沸腾的感觉。عندما دخلنا إلى صالة هونغ تشوان للمعلم فن، شعرنا كأننا دخلنا المشهد السينمائي. أخبرنا المعلم فن أن أهم شيء في هونغ تشوان هو العقلية. قبل تعلم هونغ تشوان، فإن أهم شيء هو التعلم أن تكون إنساناً جيداً. يجب أن تكون شخصاً متواضعاً ولديك سلوك جيد أولاً. وبهذه الطريقة فقط يمكن للناس أن يرثوا هونغ تشوان في المستقبل. ما يجعلنا أكثر فضولاً ما هي الحركات التي سيعلمنا المعلم فنغ اليوم؟ 1 2 3 4 对。要坚持多久呢？基本上是半个小时。是吧？这个动作要蹲半个小时。是啊，半个小时啊！我现在已经觉得不行了。李素英，后悔了吗？放弃吧。一，对，再转一下。二，哎，那转后脚转过去。把这个脚哎，尽量压平。那后腿要伸直的吗？对，后脚伸直，这里不要陷下去，这里绷直，不要离地。竟然坚持了这么长时间。退，你上左脚，对对，一，对，站在这里，后脚伸直，弓步，一二三，再退，一二三，到他退了，一二三，再退，一，错了。Sorry， 三马步变成那个马步，好，来，一、二、三，敬礼，啊，敬礼，左手掌，对，拇指要扣起来，对，这样接住这个重心，对。啊，所以这是一个完整的来回。对对对，这个叫做隔三星，好，非常有前职的两个好徒弟，谢谢师傅。那我先回去上课，你们在这里积极练习一下哈。就这两个。这是马步、左弓步、马步、转弓步、右弓步和隔三。对，红拳的基本。好。马步、弓步、隔三星练则。隔三星。嗯。好，谢谢，谢谢师傅。等等。الآن أنت تغنين وبعد قليل سوف تبكي هذا فعله مرة ثانية لهذا التمرين 10 دقائق ممكن؟ لا أعرف أعتقد هذا مستحيل ساموو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 
هذا أريد أن أتعلم كونغ فو ولكن ماذا نفعل الآن؟ هي أول يوم لي تعلم كونغ فو الصيني. قد شاهدنا كثيرا من الفيديوهات إن كونغ فو الصيني قوية جدا، ولكن وراء كل هذه حركات جميلة هي ممارسة. هذا أساس. نعم، بالنسبة إلي هذه مرة أحسن من المرة الماضية. أحسنتي.
أصعب شيء هو في البداية.哇嗨，师傅回来了，你检验一下。要啊。要检验一下了。好。哇嗨，好。走。不对呀，应该是。还有一下，还有。1、2、3，好退，嗨，对，嗨。啊，好头。哎哎。马步，开马步，哎好。再最后三个啊，经理，哎，好，好耶。 还是挺可以的，这手疼不疼啊？疼，估计明天会有淤青了。对，红船的这个三星就是用来防守，主要是防守。防守，挡啊！人家上午打了一挡啊，这个手就可以过去了啊。就可以攻击了。如果这个手下下勾过来，一下就来下勾船，大概是这样是吧？对，来了，大概就是这样了。来。 等会儿，还等会儿，还等会儿。看到你们刚才打那个三星，练得非常好，啊，现在我就打算奖励一下你们，是吧？啊，对，奖励一下你们，教一下你们几下舞狮子。太夸张了吧！太狠了。 那我们表演开始之前一定要告诉他们疯狂点赞。对对对对对。1、2、3，1、2、1、2、3、4，看住哈，就是刚才的那个动作，左、中。 前开口啊，眨眼了。哦，前头还要眨眼。嗯，左，左边，好，把去左边，好，左，中，前，哎，嗨嗨嗨，右，中，前，对。好沉啊，反应了，是不是？左，中，前，眨眼，对，对，对，对，对，对，对。 好，哎，very good，very 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 good
导演说了，我们要站蹲30分钟马步，但是没有说今天完成。OK， 对对，后面拍摄每天完成，每天蹲10分钟。فبعد هذه التمرينات ما رأيك؟ تعبان للغاية. وندي؟ طبعا تعبان، ولكن فعلا قد أنسى، نسيت هذه كم مرة لزيارة هذه المدينة، ولكن لدي كثير من الشعور الجديد. أما هذه المرة؟ نعم، يوجد كثير من الأول مرة. نعم. صح؟ أول مرة رحلة مع ميسوي. نعم، وأول مرة لي أن ركوب جهاز السقوط الحر. وأول مرة لنمارس رقصة الأسد. كما هذه المدينة مختلفة تماما في ذهني، وأظن أنها يوجد أكثر، يعني قد أصبحت أكثر حيوية في ذهني الآن. بلا شك. وسوف نستمر هذه الرحلة فيما بعد. أوكي. لنبعث عن الحيوية في هذه المدينة، مدينة غوانجو. أوكي، هكذا انتهينا هذه الحلقة، ونلتقي في الحلقة التالية. تابعونا، مع السلامة. مع السلامة، إلى اللقاء. لنشاهد أساطير موجبين.